الفيتامين اي. كل يوم كل يوم كل يوم قبل ما تنام بتحطوا فيتامين اي، وكل اسبوع مره بتحطوا ماسك البيت هاد ماسك ليلي بتحطوا بتناموا، ونص الاسبوع بتحطوا ماسك التلات الوان بتحطوا. هلا بتعرفوا شيكم كيف انا استخدم. طبعا انا صرت مخلصه الصف الاولاني، ضايل لي الصف الثاني. طبعا السيت بيجي فيه 12 ماسك. السيت بيجي فيه 12 ماسك. اليوم راح اوجيكم تفتحوها. طبعا هو سهل كتير زي ما تشوفوا، بيجي هيك اوكي، ومعها المعلقه تاعيتها، وجوا بكون الماسك. تفتحوها ومعها المعلقه وبتخلطوا. طبعا ما رح اقدر اتحكم لاني ماسك عم بصور. بتخلطوا كتير منيح وبتحطوه على بشرتكم وبتناموا. طبعا رائع، في بنات جربوه بعتوا لي مسجات النتيجه كانت مش طبيعيه. زي ما بتشوفوا بعد ما نخلطها بتصير بهذا المنظر، شايفين بهذا. هلا جيبوا الماسك بتحطوه على وجهكم وبتناموا فيه. تمام، طبعا هلا شو صبايا الحلو فيه؟ انه العلبة اذا كان وجهك صغير العلبة بتكفيكي لمرتين، فبتقدر تستخدميه اليوم وبكرة. شوفوا العلبة لسه مليانة. حطيت منه وعبيت وجهي وضل فيه لسه مليان بالعلبة، فبتقدر تستخدمه الوحدة لماسكين. يعني أنا اليوم حطيت وبكرة رح أحط كمان أوكي، بس مش تتركوه للماسك أكتر من يومين، ما بنترك أكتر من يومين. هلأ من بعد ما حطيت الماسك البيض الليلي بدي أحط من إبرة، الإبرة اللي تشيل الهالات السوداء اللي تحت العين والكتئيم، الخطوط اللي بتكون دائما تحت العين موجودة. طبعا هاي أكثر مما رح قلت لكم عنها، هي وايتنينج، فيها عسل، فيها كولاجين، فيها فيتامينز كتير مفيدة. بتمسكوها هيك زي ما هي وبتضغطوا، بتحطوا نقطة منها نقطة هون اوكي، وخلص بتدهنوها بهذا الشكل. طبعا بتحسوا على السريع انه جفن العين عندكم شد، يعني بتحسي انه منطقه اللي تحت العين دايركت شدت زي ما بتشوفوا. هيك بكون لونه هو على السريع بيجفن. تمام، صبايا البشره، صبايا البشره مش بيوم وليله بتصير بشرة حلوة وصحية. لازم تتبع كتير قوانين، تتبع كتير شغلات بتجمل بشرتك أكتر. بس دائما بحكيكم نصيحتي الأولى واللي هي أهم إشي للبشرة هي شو؟ المي. تمام؟ بس أحكيكم إشي كمان عن هذا الماسك. هذا الماسك كمان مفيد كتير للصبايا اللي عندهم كتير وبشرتهم بتعرق اللي بشرتهم كتير بتعرق. هذا بسكر المسامات اللي بيخلي افرازات الوجه طول الوقت تفرز. يعني بنات في كتير مرات حرام يحطوا ميك اب وحطوا قصشو وبتلاقي بشرتهم دهنيه في عليها زي الاويل. فهاي للبشره الزيتيه يعني فيها زيت اللي بيكون فيها دائما على شكل زيت وبتعرق، هاي بتسكرها دايركت وبتسكر المسامات البشره وبتبيض مش طبيعية. أنا صراحة كتير مستفيدة عليهم، يعني صرت مجربة ست كامل كتير فارق وجهي. وأظن وأنتم بتشوفوا إنه أنا أكتر وقتي بطلع بدون ميك اب، وأظن اللي بيشوفني لايف بدون ميك اب بيعرف شو هي بشرتي على الحقيقة مش على الكاميرا. تمام، وأكتر إشي بيبسطني لما بعطيكم شغلات وكريمات وبتشتروها بتستخدموها، كتير البنات بيجعوا لي فيدباك كتير حلو عن الشغلات اللي
قديش عن جد استفادوا عليها. يعني مثلا زي صابونة ماء الورد قديش كتير بنات استفادت بشرتهم عليها وشالت الحبوب. هاي الإبرة كتير بنات استفادوا عليها. الفيتامين إي اللي بنحط كل يوم. في بنت بعتت لي عن جد صورتها قبل وبعد، أنا ما صدقت وجهها. قديش عن جد البشرة هي زي لازم تغذيها، لازم تحطي لها فيتامينات ولازم ولازم ولازم. فمشان هيك انا دائما اي شيء قبل ما احط لكم اياه بستخدمه على حالي، ولما انا الاقي نتيجه حلوه بقول لكم عليها. فحافظوا على بشرتكم كثير 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 منيح، وتحيه لكل ست تهتم بحالها وتهتم ببشرتها. ودائما خذيها قاعده، كل ما كنت صغيره اهتميتي ببشرتك لما بتكبري حيكون عندك بشره زي البيبي، وما رح تحتاجي لاي شيء كيماويه.